بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المشاهدون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم قبل الإفطار. أيها الأحبة، ها نحن نتفيأ ظلال شهر رمضان المبارك، وها نحن نقف على عتبات توديعه، فلا أوحش الله منك يا شهر الصيام، لا أوحش الله منك يا شهر القيام، لا أوحش الله منك يا شهر الصدقة وصلة الأرحام. نعم أيها الأحبة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الأيام أيها الأحبة فيها ليلة هي خير من ألف شهر، تتنزل فيها الملائكة. من قام هذه الليلة فقد حظي بالخير الكثير، إنها خير من ألف شهر. هنيئا لمن صام رمضان وقامه وصلى فيه وزكى وتصدق. والمسلم أيها الأحبة حين يصوم شهر رمضان المبارك قد تصدر منه هفوات وزلات، لذا أوجب الله عز وجل وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. هذه الزكاة التي يتم إخراجها في شهر رمضان ويجوز من بداية الشهر، ولكن هناك أوقات أفضلية. زكاة الفطر أيها الأحبة هي أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين، ووقت إخراجها قبل صلاة عيد الفطر أو قبل انقضاء شهر صوم رمضان، وهي واجبة على كل مسلم قادر على أدائها. وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، وتمتاز عن غيرها من الزكوات بأنها مفروضة على الأشخاص وليس على الأموال، مفروضة على الأفراد. يعني هذه الصدقة أو هذه الزكاة فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الأموال كما في زكاة المال. والصدقة أحبتي من أشرف الأعمال وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى، لذلك الحق سبحانه وتعالى حث عليها في كتابه العزيز، فقال جل وعلا: وأقرضوا الله قرضا حسنا، صدق الله العظيم.
وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ يضاعف الله سبحانه وتعالى. لذلك الزكاة معناها البركة والنماء، المال المزكى الله سبحانه وتعالى بيطرح فيه البركة وبعدين بنميه بزيده. لكن بجوز واحد يقول والله أنا كل سنة بزكي وهالفلوس اللي معي يعني ما زادوا، زادوا إشي بسيط، وين الزيادة؟ النماء قد يكون بالحفظ، يعني لو كان معك 40,000 دينار وبتزكيهم، الله سبحانه وتعالى يحفظك ويحفظ أبنائك ويقيك من المشكلات ويقيك من كل كرب ومن كل مكروه. لذلك هذول 40,000 يظلن 40,000 في بركة وزيادة ونماء. لكن لا سمح الله لو واجهك شيء، لا سمح الله كمرض، يعني حادث سيارة، الكهرباء اجت قوية راحت، ولا هي ضاربيت لك كل الأدوات الكهربائية اللي عندك من ثلاجة ومن غسالة، لا سمح الله لو صار تماس كهربائي بالبيت واحترق البيت، وقديش بدك تدفع من 40,000 هذول؟ رح تدفع الإشي الكثير. لذلك الله بيحفظك وبحميك من كل هذه المصائب، فيبقى هذا المبلغ على حاله. إذن والله نعمة وبركة من الله عز وجل، أو يضاعفه الله سبحانه وتعالى لك. وكمان وله أجر كريم، إلك أجر عند الله عز وجل، الأجر والثواب الذي يكتبه لك سبحانه وتعالى ويدخره لك لذاك اليوم العظيم الذي تشخص فيه الأبصار. الصدقة لها ثمار عظيمة أيها الأحبة. ولذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حث عليها، حث على أداء هذه الصدقة في كثير من المواضع في السنة النبوية الشريفة، وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تنقص المال أبدا، ما بتنقص المال، إنما تزيده وتنميه. ما نقص مال من صدقة، هذا حديث، ما نقص مال من صدقة. الأعمال الصالحة أحبتي في شهر رمضان تتميز عن سائر الشهور، لذلك المسلمون يتسابقون ويتنافسون فيه أكثر من غيره في الأوقات الثانية قبل رمضان وبعد رمضان. صدقة الفطر بيسموها صدقة الأنفس، يعني تخرج عن الأنفس. قديش في داخل الأسرة؟ 5 بيطلع ولي الأمر عن 5 من يعول: أبوه، أمه، أبنائه، زوجته، والخادمة كمان، يعني يخرج عن الخادمة. ومن جاءه مولود قبل صلاة العيد وجبت عليه صدقة الفطر، لكن الجنين وإن كانت الأم تحمله في الشهر 9 ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، ولا يجوز أو ليس مطلوب إنك تخرج عن والدك المتوفى صدقة فطر. وقد
قدرتها دائرة الإفتاء العام بدينار وثمانين قرش لهذا العام. يعني إذا عندك 10 أنفس تطلع 180 قرش عن كل واحد 18 دينار تعطيها لمستحقيها. ما صير تدور لابني ولا أختي ولا أمي ولا كذا، لا، لمستحقيها. وانت وصلها، ابحث في الحي اللي عندك، ابحث في أقاربك مين من أقاربك فعلا هو محتاج. طيب في بعضهم يصير يقول طيب أختي الفقيرة وزوجها فقير. أنا بدي أسأل سؤال، إذا كانت أختك تقبل الصدقات من الناس إنهم يجوا يتصدقوا عليها أعطيها، لكن إذا أختك ما بتحب واحد يجي يدق الباب خذي هاي فطرتنا خذي وتزعل ليش جايب لي دينار ونص فطرتك أو جزء منها، هذه لا تجوز عليها الصدقة يا إخوة. وبعضهم بأخرها بعد العيد، لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد لأنها تصبح صدقة من الصدقات وليست صدقة فطر طهرة الصائم. لا، أنت بتتعامل مع الله. أنا هذا اللي بدي أقوله ويعني يكون واضح جدا يا إخوان. في ناس بيروح بيسأل والله أنا طلقت زوجتي وكنت غضبان، والله أنا بدي أعطي أختي من زكاة الفطر، والله أنا بدي أعمل شيء مثلا خير بدهوش يطلعوا برا. يا إخوة أنت ما بتتعامل مع شخص تتحايل عليه وتنصب عليه، أنت ما بتتعامل مع واحد بعيد استغفر الله العظيم لا يعرف شيء، أنت بتتعامل مع الله. تعرف شو يعني مع الله؟ الله اللي خلقك، الله اللي أنعم عليك هذا المال، الله اللي يعلم السر وأخفى. مهما حكيت مهما قلت مهما أخرجت من قلبك خلاف اللي فيه، بتتعامل مع الله أنت. الله سبحانه وتعالى يعلم النوايا، وإنما الأعمال بالنيات. إذا كان نيتك إخراج الزكاة وصدقة الفطر هي لله وقعت لله، لكن والله مشان صلة رحم يعني مشان تقول أختي إنه أنا بدي أعطيها يوم العيد بدل ما أعطيها 10 دنانير وإحنا يعني 8 بيطلع نلهن يعني بحدود 11 ليرة 12 دينار بزيدن على العيدية وبقول لها خذي يا أختي، وأنا بنيتي إنه صدقة الفطر. خليها تقول والله أبو سامي ما شاء الله جاب لي السنة 20 دينار أعطاني إياها. يسامحوني اللي أبو سامي، يعني إحنا هيك جبنا الاسم جزافا يعني. لكن اللي بدي أقوله دائما يا إخوتي يا أحبتي، اعلموا أنكم تتعاملوا مع الله، الله الذي يعلم السر وأخفى، الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله الذي يعلم النوايا. خلص انتهى. لما منقول بتتعامل مع الله انتهى. بدك تتعامل من باب الطاعة والحب، انك حبك لله حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. للسائل مش المقصود فيه اللي
بيجوا على البيوت واللي بوقفوا على الإشارات الضوئية وبيشحدوا. لا، ابحث أنت عن الناس المحتاجين، الناس اللي أنت تطمئن إلى أنهم من المستحقين لهذه الزكاة والصدقة. ولذلك أحبتي، الحي اللي أنت ساكن فيه، اسأل الناس، إذا أنت ما بتعرف اسأل، وأيضا اتأكد من أنه فعلا محتاجين. في ناس تعودت على أنها تأخذ الصدقات والزكوات كسب، زي بعض الإخوة اللي بأخذوا من التنمية الاجتماعية، بأخذوا من التنمية الاجتماعية وهم مش بحاجة، لكن كسب. ليش؟ لأنه قد يكون له قريب في هذه الجهة ومودة طلع له يعني مساعدة. اثنين آثمين وسيسأل بين يدي الله عز وجل، لأنه في ناس أحوج منه. إذا بتضحك على الجهات الرسمية بأوراقك وبتقاريرك وبتحصل شيء مش إلك، لا تصدق إنه صار حلال. أنت اقتطعت شيء مش إلك، وكأنك تقتطع شيء من نار جهنم. والله غير تتركه بكرة، ما رح يطلع معك منه إشي أبدا. إذن يجب أن نبحث عن السائل والمحروم اللي مش على الإشارات الضوئية، ولا اللي بلفوا على البيوت، ولا اللي بيجوا باب المساجد وبيستعطفوا الناس. لا، مش هذول المقصود، وإن كان فيهم من يحتاج، لكن يجب علينا أن نتحرى وأن نبحث عن اللي فعلا يستحق. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ما يترتب على هذا الإحسان من الأجر والثواب عنده سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. شوفوا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يا أخوان، هذا المال والله ما هو مالنا، هذا المال مال الله. لذلك يقول عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا المال مال الله. لذلك لما بتموت ما بتأخذ معك منه إشي، بظل. وأنت مستخلف فيه أمين عليه، والأمانة أن تؤدي حق هذا المال. بإيش؟ أن يكون كسبك لهذا المال من وجوه مشروعة، وأن يكون إنفاقك أيضا في وجوه مشروعة، أن لا يكون فيه إسراف، وأن لا يكون فيه تبذير، وأن يكون في أوجه الخير، مش على القمار وعلى شرب المسكرات وعلى غيرها. لا، انفاقه على نفسك، على أبنائك، على زوجتك، على من تجب نفقتهم عليك، للفقراء والمساكين فيهم حظ. احنا لما بنعطي الفقراء والمساكين ليست منا ولا تجمل، هذا حق إلهم، إلهم حق بالمال، وإلهم حق بالأنعام، وإلهم حق بالزروع، وإلهم حق بكل شيء بيطلع عليه زكاة، الفقراء إلهم حق فيه. ولذلك بادروا لإخراج زكاة أموالكم أيها الأحبة في هذا الشهر. لكن يعني كمان رح آجي وأبين وأوضح هذا الأمر، لكن
يعني ما دام أنا الآن متذكره أخاف أنه يغيب عني وتنتهي الحلقة. لا يجوز أيها الأحبة تأخير الزكاة إذا وجبت في شعبان أو في أي شهر من الأشهر الأخرى أو في رجب، تؤخرها إلى رمضان، ما بيصير. عندما يحين الحول، يحول الحول عليها، بتطلع زكاتها. لكن إذا بدك تسبق، لنفرض أنه الزكاة تجب عليك في شهر شوال وحاب تطلعها في رمضان، جائز سبق ماشي، أما تأخر لا، لأنه هذا حق للفقراء، لا يجوز تأخيره، لا يجوز. مثل العامل، العامل مجرد ما أنهى عمله بدك تعطيه أجره، مش تقردنه، مش تخلي روحه تطلع تعطيه ويعرق 100 مرة، لا، اعطيه أجره قبل أن يجف عرقه، أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. والعامل والله يا أخوة ما بصدقه، هو يكمل الشغل اللي مترتب عليه ومديده يمسك الأجرة اللي مترتبة على هذا العمل، ما بصدقه، هو حطه بجيبته. وإن كان بعض العمال يعني لحوحين، تعطيه المتفق عليه وبصير يقول لك يا سيدي ويا حبيبي وأجار السيارة، وبدل تلاقيك مفطر ومغديه، وأنا ما أكلتش على الفطور، ما أكلتش على الغداء، وبدي كمان 5 ليرات زيادة أو 10 دنانير زيادة، لا تعطيهوش إلا إذا أنت حاب تعطي. أما إذا مقابل هذا الاستعطاف لا تعطيه. المسلمون عند شروطهم، اتفقت انت وياه على 20 دينار، هذا اللي اتفقت انا وياك عليه، حبيبي تفضل. خلي العلاقة تكون يعني بين الطرفين، يعني العامل او الاجير والشخص صاحب العمل. ايها الاحبة، الصدقات والزكوات فيها قرب إلى الله، فيها شفاء، داووا مرضاكم بالصدقة. اللي عنده مريض يداويه بالصدقة، طلع صدقات في هذا الشهر، تصدق للناس اللي بيستحقها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة، شوفوا قديش. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن المتصدق بالمال يتقبل الله صدقته بيمينه ويربيها له حتى تكون مثل الجبل. شوفوا قديش مثل الجبل. وتزداد هذه الأجور وتزداد هذه الفضائل إذا كان ذلك في زمن فاضل، زمن مثل شهر رمضان، في وقت له خصوصية، له مزايا ليست لغيره. وهذا الشهر، شهر رمضان، من المواسم العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يسارع فيها إلى الإنفاق في سبل الخير ووجوه البر بقدر ما يستطيع، وتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان النبي ينفق في شهر رمضان ما لا ينفق في غيره، وكان جواد وأجود ما يكون في شهر رمضان. أيها الأحبة، فاصل ونواصل، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية جو سويت. حلي حياتك مع جو سويت. جو سويت محلي من مادة السكرلوز، خالي من السعرات الحرارية وآمن لجميع الأعمار.
جو سويت مناسب للأشخاص اللي بيحافظوا على رشاقتهم ومتبعي الحميات الغذائية ومرضى السكري، كما هو مناسب لجميع أنواع الحلويات والمشروبات والخبيز، وبتحمل درجات حرارة جداً عالية. نقطة واحدة من جو سويت تعادل ملعقة واحدة من السكر وبدون سعرات حرارية. حلي حياتك مع جو سويت. حلي حياتك مع جو سويت. هذا البرنامج برعاية جو سويت. حلي حياتك مع جو سويت. أيها الإخوة والأخوات، أيها المشاهدون الأحبة، أهلا ومرحبا بكم معنا من جديد. الزكوات والصدقات أيها الأحبة، وخاصة في شهر رمضان، إلها أفضلية، إلها خاصية، لأنه الحسن في رمضان 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك قال يعني في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني جزاء الصوم أترك لله عز وجل، أترك لله، هو المعطي الكريم. لذلك أنت يعني عارف مع مين تتعامل؟ مع الله المعطي، وعطاء جزيل. ولذلك الإنفاق في رمضان له نكهة خاصة. وأفضل شيء يتوجه فيه العبد في رمضان هو الإنفاق. بس انفق، أعطي الزكاة لمستحقينها، صدقة الفطر أعطيها لمستحقيها. يعني في 8 أصناف اللي موجودة في القرآن الكريم وكلنا منعرفها، لكن هون بدي أنوه لقضية اللي هي العاملين عليها. العاملين عليها يا إخوة مش لجان الزكوات اللي موجودين اللي بيجمعوا زكاة، أو بيجمعوا مشان بناء مسجد، أو بيجمعوا مشان الأرامل، أو بيجمعوا مشان المساكين، وبقول لك والله إحنا العاملين عليها، بروح بفلل السيارة من التبرعات اللي بيجمعها، وبروح بجيب له نص ذبيحة وبروح فيها، بقول ما هو منصوص عليها العاملين عليها. لا، ما هذولا مش العاملين عليها، هذا عمل تطوعي، ما حد قال لك تفضل شرف قوم بهذا العمل، انت تقدمت والدولة وافقت لك على ان تقوم بهذا. مقابل ايش؟ مقابل الاجر والثواب عند الله عز وجل. وليش احنا بنستهين بالاجر والثواب اللي عند الله سبحانه وتعالى؟ لا، اذن لابد ان تعطي للمستحقين. وأيضا زكاة الفطر تعطيها لهذه الأصناف 8. يا إخوة، أي واحد من اللجان الزكاة أو لجان التبرعات أو لجان المساجد أو لجان بأخذ قرش واحد، حرام، لأنه ولي الأمر بمنع ويأخذ منه، ممنوع. ولذلك أنت بدك تطيع الله سبحانه وتعالى وتطيع الرسول وأولي الأمر فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. يعني الرسول والله سبحانه وتعالى أمر مقطوع منه، لابد من إيش؟ لابد من الطاعة التامة الكاملة.
وأولي الأمر منكم اللي هو المسؤول، الجهة المسؤولة. فإذا عملت بما يخالف فهو حرام. يعني لو تبين لوزارة الأوقاف أو لمكافحة الفساد أن هناك لجنة لمسجد أو لجنة لجمعية أو بناء مسجد بيأخذوا فلوس من المال اللي بيجمعوه، بيقولوا لهم حق هذا إلكم لأنكم العاملين عليها، ولا بيحققوا معهم ويدعوهم السجن، إذا صار حرام ما بصير تأخذ منه. إذا لابد أن يكون التوجه في إخراج الزكاة والصدقة للأصناف الثمانية، حتى في سبيل الله، في سبيل الله اللي هو الجهاد في سبيل الله. يعني بعض الناس وسعوا فيه، ما بعرف، ما بدخل أنا في هذا الموضوع، لكن المقصود في سبيل الله هو الجهاد. لذلك من زكاة المال اللي احنا بنزكيها ويعني نرغب في أدائها من نفس طيبة، في بعض الناس بيخرج زكاة ماله وهو ايده يعني ها بيقدم وبرجع ايده. لا، انت بدك تقدمها وانت طيب، يعني من نفس طيبة، من نفس طيبة. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت الصدقة الفلوس تغسلها وتعطرها وتعطيها للمحتاج، لأنها تقول تقع بيد الله قبل أن تقع في اليد المحتاج. إذن لابد أن نبادر وأن نؤدي زكاة أموالنا ولا نؤخرها أيها الأحبة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه. شوفوا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي بها. شوفوا قديش. إذا كان وقت وجوب الزكاة قد حل، ينبغي لصاحب المال أن يخرج هذه الزكاة ويتحرى لمن يعطيها. أيما أهل عرصة حي بات فيهم امرؤ جائع وهم يعلمون، فقد برئت منهم ذمة الله. إذن أنت بدور بالحي اللي عندك واعطيها لمن يستحقها. إذن أيها الأحبة، شهر رمضان المبارك شهر يسارع فيه المسلم لفعل الخيرات وفعل الطاعات، ولذلك إذا وجبت عليه الزكاة، زكاة المال هي 84 جرام من الذهب. من ملك 84 جرام من الذهب أو قيمة هذه 84 جرام من الذهب تجب الزكاة. واحد بيقول لي أنا معي 2000 دينار عليهم زكاة، بنقول له لا ما عليهم زكاة، لأنه الآن الذهب بجوز ب36 دينار. أضرب 36 في 84، شوف قديش بيطلع عندك، بتصير بتجب عليها الزكاة، ويجب أن يحول عليها الحول، يحول على هذه الزكاة الحول، وبالتالي بتطلع عليها 2.5% كنقد. بالنسبة لصدقة الفطر
يعني البعض بيقول هل إني أطلعها عفوا مواد ولا أطلعها فلوس؟ والله يا إخوة يعني هي من القمح أو الشعير أو التمر أو الأقط اللي هو الجميد، لكن الآن إحنا في الوقت الحاضر لو بدك تيجي تطلعها قمح أو شعير وتيجي توديها لواحد يعني تقول له خذ هذول زكاة فطري، وين بده يروح فيهن؟ لما بده يروح يبيعهم ببيعهم بخسارة. فالأفضل من غالب قوت البلد اللي هو الآن الرز أو الأرز، والرز اللي يعني متوسط سعره، مش شرط إنك تجيب أنواع يعني الكيلو بدينار ونص أو أكثر، يعني خير الأمور الوسط أو من الرز اللي أنت بتأكل منه. شو نوعية الرز اللي بتأكل منه؟ قيم قديش وطلع. لكن يعني دائرة الإفتاء العام ريحتك وقالت لك 180 قرش عن كل نفس، عن كل فرد، فأنت ريح حالك وطلع 180 قرش، وإذا أردت أن تزيد زيد بها ونعمت. لذلك الزيادة فيها بركة. يعني شوفوا الآن الله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لذلك لاحظوا، يعني لو إجى واحد اشترى من عندك يعني 2 كيلو برتقال وخليت الميزان أبدا يعني بهالشكل هذا، لما يوقفن قبال بعض، اللي بتفرج عليك اللي بيشتري بقول لا، يعني بيعجبهوش هذا الشيء مع انه هذا الحق، لكن لو خلى يعني الكفة تنزل لها شوي يعني 20 جرام بينبسط. ولذلك هذا الشيء البسيط كبير عند الله سبحانه وتعالى وعظيم. إذا نقصته عظيم، تحاسب عليه عند الله وتسأل عنه، تسأل وتحاسب. وإذا زدته إليك أجر ثواب. ويل للمطففين، تطفيف شيء قليل. يعني بتيجي عند البعض فعلا بتطلع بخلي الميزان يعني إله كتاجر مش للي مشتري، قديش يعني أخذت أنت؟ شو هي الكمية؟ قليلة جدا، لدرجة إنها يعني النظر إلها يعني فيه دونية للشخص. لذلك أيها الإخوة، إحنا الصدقة في رمضان تعدل 70 ضعف عن غيرها في باقي الأشهر الأخرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني يؤكد على الصدقة في رمضان، وأن أجرها مضاعف والأعمال الصالحة تضاعف عند الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل. من تقرب فيه بصدقة كمن تقرب فيما سواه بفريضة. كأنك يعني الآن الصدقة تصدقها في رمضان مثلها مثل فريضة في غير رمضان. ولذلك هذا فضل الشهر. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني الكل بيعرف هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وجوده، ولما قام بذبح شاه وقال لعائشة تصدقي يا عائشة، تصدقي بهذه الشاة، فتصدقت وقامت بتوزيعها على الفقراء والمساكين. ولما عاد عليه الصلاة والسلام سألها عنها فقالت ذهبت كلها.
ما عدا الذراع، ذراع الشاه، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الكتف في الذراع. لذلك في كثير ناس بيركز على ويقول له قطع لي من الفخذة، لا، جرب الذراع، الذراع فيه بركة، فيه يعني لذيذ جدا، ألذ من اللي بتطلع على انه الفخذ فيها هبر وفيها مش عارف ايش، لا. لذلك النبي كان يحب الذراع، قال ذهبت كلها الا الذراع، قال لا بل قولي بقيت كلها الا الذراع، لانه انت اللي بتنفقه هو اللي بيظل الك، واللي بتاكله يعني هو اللي راح عليه. أنا بتذكر في أيام الصغر يعني كان فيه في الحي فقراء، وكانت في عادة حلوة وكويسة قبل الأذان تقريبا يعني بعشر دقائق يبدأ الأهل بوضع شيء من الطعام من الإفطار في صحون، ونأخذها إحنا كأولاد ونوديها لتلك العائلات، خلي الصحن عنده كمان، يعني نأخذ الصحن ونخليه عنده بعدين نرجع نأخذ الصحن. فلما ندخل نرى الشيء العجب العجاب، وكأنه في بوفيه مفتوح، جيراننا مودين ملوخية، اللي بجنبهم مودين مقلوبة، اللي بجنبهم مودين بامية، اللي بجنبهم مودين يعني ما بقيناش لا نعرف الكبسة ولا بقينا بالسبعينيات ولا ايش ثاني الكبسة والمندي وال هاي احنا طبخاتنا، منسف، مقلوبة، بامية، فاصوليا، هذه الأمور كلها تلاقيها موجودة عندهم كأنها بوفيه مفتوح. يعني الفقير يأكل أحسن من الغني وأفضل من الغني. وكانت قبل الناس ما عندهاش ثلاجات، اللي عنده ثلاجة يعبي الفريزر بالماء بكياس ويثلجوا ويبعث للجيران. يا سلام، شو إلها طعمة، شو إلها نكهة. لذلك الحبيب محمد يقول من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، قال يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على مذقة لبن. إذن هذا دليل على فضل الصدقة بكل ألوانها وبكل صورها. إحنا بحاجة إلى أنه نكون متكاتفين مع بعض، بحاجة أن نرص صفوفنا ونتعاون نتكافل. اليوم الجار ما بعرفش اسم جاره اللي ساكن قباله. يا ريت لو من بداية شهر رمضان كان في تبادل، بس بقول لك في كورونا ما برضوش، في كورونا يعني بجوز يكون فيها نظرة، يعني ممكن في كورونا وما صارش وبمسك الصحن وبمسك الماء. يعني هذه يا ريت ربنا سبحانه وتعالى يشيل هالغمة ويزيل هالوباء ونعود إلى الحياة الطبيعية اللي إحنا كنا نعيشها. يا رب أزل هذه الغمة عن هذه الأمة، عن الإنسانية جمعاء. اللهم يا الله، ونحن في هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، أن تزيل هذه الغمة عن هذه الأمة وعن الإنسانية جمعاء.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا غائبا إلا لأهله سالما غانما رددته يا رب العالمين، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبورهم نور، اللهم نور قبورهم، اللهم وسع عليهم، اللهم اجعلهم من عتقاء شهر رمضان المبارك، اللهم أدخلهم جناتك جنات النعيم، اللهم إنهم نزلوا بك وأنت خير منزول به فأكرم نزلهم، اللهم أدخلهم جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا ومن تحتنا، واطرد الشياطين من بيوتنا. أيها الأحبة، وأنتم على مائدة الإفطار في هذا الجمع الطيب المبارك، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كل التحية والتهنئة لأخي وحبيبي وصديقي وزميلي نور الدين الخوجة، بهنيه بالسلامة وخروجه من المستشفى، واتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، وأيضا أتمنى لزملائي في قناة الحقيقة من إداريين ومعدين ومخرجين بالصحة والعافية، هم وأسرهم، وأنتم أيها الأحبة لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.